لسه مستمرين معاك كابتن هيثم، ومعايا في هذه اللحظات كابتن محمد مديان المدير الاداري لفريق سموحه. برحب بيك في البدايه وبارك هارد لك طبعا على نتيجه المباراه. الحمد لله النهارده مباراه طبعا النادي الاهلي طبعا في ملعبه وفي بيته، عمل مباراه كبيره. احنا دخلنا المباراه في الجيم الثالث بشكل كويس، لكن في توفيق طبعا ما لازمناش التوفيق الثالث، لان انا كنت اتوقع ان احنا نطول الماتش اكتر من كده شويه. برضو الاصابات اللي عندنا في الفرقه اثرت من النهارده في الماتش، لان طبعا انا عندنا لعيبه كانت مصابه في اثناء البطوله، منهم شريف ايمن مشارك في الجيم الثالث بشكل كويس وفعال، مروان برضو كان عنده شد عضلي جامد رجع برضو في الجيم الثالث. الحمد لله يعني الفرقه لمت نفسها شويه. نشكر برضو النادي الاهلي على التنظيم الكويس لغايه دلوقتي اعلى مستوى. بنشكر المهندس محمد فرج عامر على تدعيمه واتصاله بينا باستمرار واخرها امبارح بالليل، وكنا نتمنى نوصل النهائي طبعا، بس ربنا اشاء ان احنا يعني نلعب على ثالث ورابع. الحمد لله ربنا يكرم في المركز الثالث باذن الله مع السويحلي بعد بكره، ونتمنى ان الاهلي والجيش طبعا تبقى مباراه كويسه، لان المباراه مصريه هتبقى مباراه كويسه برضو، الفرقتين كويسين ويضموا لعيبه المنتخب، وربنا يكرم باذن الله في اللي جاي، ونعود بطوله تانية مع النادي الاهلي ونبقى في مجموعات كويسه ونعمل برضو نتيجه لمصر كلها كويسه. شكرا. اشكرك. اشكرك. ايضا معايا في هذه اللحظات كابتن طارق الزفتاوي المدير الفني لفريق سموحه. كابتن طارق برحب بيك في البدايه وبقول لك هارد لك على نتيجه المباراه، لكن اداء جيد جدا من سموحه على مدار البطوله، بالتحديد دي بالتحديد مباراه اليوم، عايز اتكلم عن تقييمك لاداء لاعبي الفريق. الحمد لله طبعا هو يمكن ادائنا طول البطوله كان في ضغط غير طبيعي علينا بدايه من اول يوم، يمكن اول مباراه كانت 3-2، بعدها لعبنا مباراتين، بعدين مباراه 3-2، بعدين 3-2، يمكن في ضغط عالي جدا على اللاعبين، لكن الحمد لله برضو يعني على الاداء النهارده. طبعا هو طبعا مش فريق بحجم النادي الاهلي برضو لازم بيتعمل له حساب، لكن الضغط كان علينا كبير جدا طبعا من الجماهير ومن لعيبه الاهلي، قدموا مستوى عالي جدا النهارده. يمكن احنا في الجيم الاخير بدانا يعني نتكيف على الجماهير والدوشه الكبيره اللي مسببها للاعبين والضغط عليهم، وبدانا نادي جيم كويس في الاخر، بس يمكن التوفيق ما حلفش اللاعبين، بس الحمد لله الحمد لله يعني اداء متوسط طبعا، بس نشكرهم عليه، نركز بقى في اللي جاي ان شاء الله. اللي جاي مباراه السويحلي على المراكز الثالث والرابع، المباراه دي شايفها ازاي خصوصا فريق السويحلي الليبي فريق قوي جدا؟ هي طبعا السويحلي طبعا من الفرق اللي قدمت مستويات جيده جدا في البطوله، يمكن احنا شفناهم متابعينه من اول البطوله، واحنا كنا لعبنا معاه من سنتين في البطوله الافريقيه اللي كانت في القاهره برضو، وقبلها لعبنا معاهم في البطوله العربيه في تونس، يمكن احنا عارفين الفرقه كويس، بس طبعا الملعب هو الفيصل يعني، لكن احنا طبعا هنحاول نعمل اللي علينا باذن الله ونقدم مستوى كويس، وان شاء الله مصممين نرجع بميداليه يعني باذن الله. ان شاء الله. الله يخليك. شكرا. شكرا.